هذا صندوق اختراع تعطيني ظرف بالظرف هذا الظرف ما راح يدخل يعني شلون دخل زين على فرض انه ادخلناه الظرف وين راح يروح؟ يروح هالجهه هاي مقبل الطريق لكن داخل الصندوق الظرف ممتاز شوف حشو الصناديق هذه وانا اقول مع الاسف الشديد من البعيد جدا انه الناس هذه تتعامل مع الانتخابات بهذه الطريقه يتصورون انه بسهوله يخدعون هاي كلها تنصوب مع الاسف صورها يعني انا متاكد الناخب يرفض هذا الاسلوب يرفض هاي الطريقه اللي تتم بها العمليه فاهمين الانتخابيه هذه يعني العدد الحديث يوافق شوف هاي الباقي العدد ايش